هذه هي الفرصة لعدو المستثمرين الدوليين والمستثمرين في الدول الأعضاء في المنتدى للمشاركة في مشاريع قطاع الطاقة في إيران بما فيها مشاريع صناعة الغاز الطبيعي. كما أود أن أشير في ما يتعلق بالمجالات العلمية واستخدام التقنيات المعرفية إلى أن الشركات المعرفية الإيرانية تقدر على خلق نماذج ناجحة عبر التعاون مع الدول الأعضاء في المنتدى وفي إطار موديلات جديدة للمشاركة. وعلى هذا الأساس تدعو الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدول الأعضاء في المنتدى إلى التعاون المنتظم لتبادل المعلومات والخبرات في مجال الاستخراج والتكنولوجيا ونقل الغاز وتجارته والتقنيات ذات العلاقة، وأن يكون هناك تعاون منتظم لاستثمار مشترك في صناعة الغاز. وأقترح أن تقوم أمانة المنتدى باستخدام آلية لتبادل المعرفة الفنية للدول الأعضاء وتجاربها في صناعة الغاز حتى نرى تمتع جميع الأعضاء بالإمكانيات والقدرات لدى سائر الأعضاء.